طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية من العناوين. في العنوان الأول: متظاهرو البصرة يرددون هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. وفي العنوان الثاني في هذه الحلقة: شباب المثنى يهتفون ضد الأحزاب المرتبطة بإيران، وقوات سوات وميليشيا العصائب يعتديان على المتظاهرين في القادسية. في العنوان الثالث: استمرار تدفق الماء المالح والملوث إلى منازل البصرة. وإلى العنوان الرابع: تحت أشعة الشمس الحارقة ولساعات طويلة يقف كبار السن أمام دائرة تقاعد البصرة. ومن العناوين إلى التفاصيل: تزامنا مع ذكرى عاشوراء خرج شباب البصرة في مسيرات ليلية في شوارع البصرة ورددوا هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. دعونا نستمع ونشاهد إلى هذه الهتافات. إلى تفاصيل الخبر الثاني: وفي محافظة المثنى وبالتحديد في قضاء الرماثة، ردد شباب القضاء هتاف الريد اللي يحكمنا منا وبينا موذي الإيراني. فلنشاهد. الريد اللي يحكم منا وبينا موذي الإيراني، قلت اسمع ساسة بغداد ما إلهم غيرك رداد، قلت اسمع ساسة بغداد ما إلهم غيرك رداد، هذا عراقك من كل معتل لازم يتحرر. الله الله أكبر. جايين من الواقع هذا الواجب تعبانك، لا خدمة ولا تعيينات بس فوق ومحسوبيات، لا خدمة ولا تعيينات بس فوق ومحسوبيات، والفقر هم الله وانت الخاطر هم كثر. الله الله أكبر. يعاني اللي يحكم منا وبينا موديل إيراني، تسمع ساسة بغداد ما إلهم غيرك رداد، تسمع ساسة بغداد ما إلهم غيرك رداد، هذا عراقك من كل وحدة لازم يتحرر. الله الله أكبر. رغم أننا في أيام شهر محرم، إلا أن ذلك لم يمنع قوات سوات وميليشيا العصائب من الاعتداء على متظاهري القادسية الذين رددوا هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. فلنشاهد هذا المقطع. Yeah.
إلى تفاصيل الخبر الثالث. على الرغم من التظاهرات التي خرجت في البصرة وعلى الرغم من استشهاد العديد من الشباب البصرة الذين طلبوا بتوفير الماء الصالح للشرب، لأنه لغاية اليوم ما زال الماء المالح والملوث يصل إلى منازل البصرة. اخترنا لكم ثلاثة مقاطع توضح استمرار تدفق الماء المالح والملوث إلى منازل البصرة، فلنشاهد. هذا حال ما في منطقة القبلة. الساعة الآن تقريبا الساعة 3 صباحا، ماء ما موجود. شوفوا طريقة الضغط اللي ضغطوا لنا اياها. ها صار لنا يومين انتهى الماي، ثالثه هذا الماي جانا. قبله قرب حسينية حبيبنا المظاهر، لا ينسبح بيه ولا يتغسل بيه، هذا الماي قلت. ليلة السابع من محرم الحرام، هذا الماي بالبصرة لونه أبيض كأنما لبن، أبيض من الملوحة. طبعا هذا ملح خام تنطي الدولة للناس. إلى تفاصيل الخبر الرابع. ومن أمام دائرة تقاعد محافظة البصرة، حيث يجبر كبار السن من الوقوف على الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة ولساعات طويلة أمام دائرة تقاعد البصرة. عبر هؤلاء عن استيائهم من هذه المعاملة من قبل موظفي دائرة تقاعد البصرة، فلنشاهد هذا المقطع. مدير تقاعد البصرة هو الجو حار، هم يردون الناس ما نطب إلا كون عنده شغلة ضرورية، يقول عين مد الازدحام الموظفين ما جاي يقبلون. شوفوا الناس سرج طويل، يقولوا هاي متقاعدين ساعة ونص صارت تقاضي السرج. احسي خالص والله. اجراءات التقاعد. اي حد يقول ما يطلب الا العده شغله جوا، جاي تونس العالم معامله جوا اسرع من العده شيء ما يطلب. صحيح. هو سوى يرجع ناس ما يخليهم يطبون. إلى فقرة رأكم، حيث نشرت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية بيانا قالت فيه بأنها استطاعت من تفكيك مجموعة أسمتها بالإجرامية واتهمتها بقتل مواطنين ومنتسبين للقوات الحكومية وبتنفيذها عمليات تخريب وحرق للمباني الحكومية في البصرة. هذا البيان أثار ردودا كثيرة بتعليقات على موقع فيسبوك، اخترنا لكم بعض هذه التعليقات. طبعا هذا البيان لخلية الصقور الاستخبارية الذي جاء فيه بأنه تم تفكيك مجموعة إجرامية قامت بقتل مواطنين ومنتسبين ونفذت عمليات حرق لمباني في البصرة. نأخذ التعليقات. محمد إبراهيم علق: إذا وفق القانون العراقي روحوا اعتقلوا اللي قتل 15 شهيد بالتظاهرات. كمال الحسناوي قال: ليس هناك مندسين إلا من الحكومة ولا أعتقد يمكنكم اعتقالهم، يا ريت تحققون بالمسبب الرئيسي في عدم إيصال الماء للبصرة مع الخدمات الأخرى وأولها الصحة. ماهر قال: على الصقور القضاء على الميليشيات والأحزاب التي تهدد أمن المواطن والدولة إذا فعلا عدكم عدالة.
مرتضى قال المعتقلين حسب أقوال النائب السكيني ناشطين في المظاهرات إلى متى الإرهاب والقمع. زينب المدنية علقت: ما هو موقفكم من ميليشيات إيران العصائب وبدر الذين قتلوا وقمعوا وعذبوا شبابنا لأنهم طالبوا بماء صالح للشرب؟ أبو أحمد اللامي علق: تحاسب اللي خرب بناية وما تحاسب اللي خرب بلد بالكامل، خلية الصقور نفسها مندسة وتعمل بأوامر خارجية. إلى فقرة هاشتاج. اخترنا لكم في حلقة اليوم هاشتاج البصرة بلا ماء، نقرأ أبرز التغريدات حول هذا الهاشتاج. غرد حسام الفراتي: الدول المتقدمة جاي تبحث فوق سطح المريخ على ماء، والبصرة 2018 تموت عطش. ماهر الأسدي غرد: إلى الآن ماء البصرة مالح وملوث وحالات التسمم في ازدياد. حسين غرد: ماذا مقابل نفط البصرة؟ ماء غير صالح للاستخدام البشري، دوائر حكومية عقيمة، فساد إداري، بنية تحتية تحت الصفر، فقر، بطالة، قمع للحقوق الإنسانية، أحزاب سياسية متعفنة من خارج الحدود، تعليم تحت الصفر، إلى أين نحن سائرون؟ رضا قال: حكومة تبيع كرسي البرلمان ب$30 مليون وتقول تقشف، أين الظلم وصل بكم وأهل البصرة يشربون ماء مالح؟ إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. أهلا بكم من جديد. يعرف العراقيون بأن محافظة ديالى هي سلة العراق من فاكهة البرتقال، هذا قبل العام 2003. أما اليوم فقد باتت بساتين البرتقال في ديالى هدفا للحرق والتخريب. بحسب تقرير أعدته وكالة يقين، فإن كل يومين يحترق بستان للبرتقال في ديالى. فنشاهد هذا التقرير. هل سمعت يوما بأنه ربما يكلف عشاء واحد راتبك السنوي؟ ربما، فقد نشر مواطن أمريكي فاتورة بأكثر من $40,000 وذلك بعد تناوله لوجبة عشاء مع أصدقائه في مطعم الشيف التركي نصرت، وذلك في فرعه في مدينة نيويورك الأمريكية. فنشاهد هذا التقرير حول هذا الموضوع.
إذن يبدو السبب بارتفاع هذه الفاتورة يعود إلى المشروبات الكحولية. إلى موضوع آخر، من لاعب محترف إلى باع شاورما، هل هذا ممكن؟ نعم، هذه المرة مع اللاعب الألماني لوكاس بودوليسكي، والذي قام ببيع الشاورما وافتتاح مطعم له لبيع الشاورما. فنشاهد هذا التقرير. في كلتا الحالتين هو يربح، إن كان لاعباً لكرة القدم أو بائعاً للشاورما. صواريخ إسرائيلية تسقط على العاصمة دمشق، والسبب أسلحة إيرانية. نشاهد هذا التقرير. وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.